بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد جاية بعد مرحلة ختام الأجندة الدولية وختام التصفيات الإفريقية وتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون يناير العام القادم. كل التوفيق لمنتخبنا وألف مبروك لمنتخبنا التأهل رقم 25 مرة بيتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم، رقم قياسي، وأربع مرات منتخب مصر يتأهل إلى الكان بدون خسارة في أي تصفيات. كل التوفيق رب المنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. لكن من اللحظة دي بنتكلم بقى على النادي الأهلي والاستعداد لمباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. مباراة هامة جدا، يبدأ العد التنازلي لهذه المباراة بدءا من اليوم. الانتصار يقربك بشكل كبير جدا من صدارة المجموعة في انتظار الجولة الأخيرة مع سيمبا التنزاني، لكن التعادل على أقل تقدير يضمن لك التأهل بنسبة 100% إلى مرحلة دور الثمانية بإذن الله خلال الفترة القادمة. حلقة النهاردة بالتأكيد فيها تفاصيل وفيها عناوين مهمة جدا، لكن نبدأ بسؤال الحلقة. ما هو تقييمكم لأداء المحترفين مع منتخبنا الوطني في المباريات الأخيرة؟ تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات على تقييمكم ورؤيتكم على أداء المحترفين في مباراتي، سواء مباراة كينيا في نيروبي أو حتى مباراة جزر القمر بالأمس على استاد القاهرة الدولي، واللي انتهت بفوز كبير جدا لمنتخبنا بأربعة أهداف مقابل لا شيء. لكن حلقة النهاردة فيها عناوين كثيرة، نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الدرندلي يشيد بجهود السفارة المصرية في السودان. وفي الترند المحلي، كاف يبرز تألق أفشة مع المنتخب الوطني. وفي الترند العالمي، صلاح يعلن عن خطوته المقبلة. طبعا محمد صلاح بالتأكيد كان أجرى حوار مهم جدا مع ماركا الأسبانية خلال الساعات القليلة الماضية. بالتأكيد في فقرة مهمة ممكن نصل إن شاء الله ليها ونتكلم على أهم التصريحات وأبرز الكلام اللي قاله محمد صلاح في ماركا الأسبانية. منتخب تأهل، الأهلي بيستعد بالتأكيد لمباراة المريخ، والحلقة فيها تفاصيل وفيها كواليس مهمة جدا، تابعونا على مدار الحلقة. لكن أخرج في هذه اللحظات إلى فاصل، وبعد الفاصل فقرة ترند الترند، وعندنا شوية تفاصيل وأخبار مهمة جدا. 30 مارس ذكرى طبعا وفاة العندليب عبد الحليم حافظ، طبعا مطرب العالم العربي كله كان بيتغنى بأغانيه. الذكرى بتاعته النهاردة، ويمكن من أجمل شيء كان عمل أغنية طبعا للنادي الأهلي زين النوادي. وعايز أقول لكم من المفاجآت إن كلمات هذه الأغنية موجودة في قاعة فكري أباظة، طبعا قاعة مجلس إدارة النادي الأهلي بيتم فيها الاجتماعات الرسمية. كلمات الأغنية بالكامل موجودة داخل قاعة مجلس الإدارة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. عبد الحليم حافظ طبعا عندليب الغناء العربي، كان من المطربين بعد السنوات دي كلها ما زالت كل كلماته واغانيه محفوره في اذهاننا. الله يرحمك يا عندليب، ودايما يا رب باذن الله نتمنى لك ان يكون مسواك الجنه يا رب باذن الله. طيب عايز اتكلم بقى في اولى اخبارنا النهارده باذن الله، يمكن ترند الترند، حدث مباراه السله اللي كانت بالامس ما بين الزمالك والاهلي اللي اقيمت او اللي كان من المقرر ان تقام على صالة عبد الرحمن فوزي. عايز بس أأكد على شوية معاني مهمة جدا وتفاصيل مهمة جدا. في البداية، علاقة النادي الأهلي بالزمالك أكبر من نتيجة أي مباراة، والنادي الأهلي مش طرف في هذا الموضوع، لأن النادي الأهلي كان منافس في مباراة الأمس وكان في جمهور موجود مخالف للائحة، وفي النهاية الأمر اتحاد كرة السلة بيجتمع النهاردة عشان يتخذ قرار طبقا للائحة. اتحاد لعبة كرة السلة مع الحكام مع المراقبين هم المنوطين باتخاذ القرار. النادي الأهلي بالأمس كان موجود في المباراة، لو في جمهور ما كانش ينفع المباراة تتلعب، لو ما فيش جمهور كانت المباراة تتلعب. هو بالعكس، يمكن عايز أقول لكم بالمناسبة، هو كان غريب بالنسبة لنا إن الوقت كان طويل قوي، يعني قعدنا حوالي ساعة ساعة ونص لغاية لما اتخذ قرار في إلغاء المباراة، لأن اللائحة واضحة جدا. لكن في النهاية عايز أكد على فكرة إن علاقة الأهلي بالزمالك أكبر من نتيجة أي مباراة. وفي تصريح مهم جدا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي منذ لحظات قليلة نشر من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال في بعض التفاصيل المهمة جدا. قال الكابتن رؤوف إن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص دائما على العلاقة المتميزة مع نادي الزمالك، لأن قيمة هذه العلاقة أكبر من نتيجة أي مباراة في أي لعبة رياضية كانت، ولا يجب أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها بعد إلغاء مباراة السلة بالأمس نتيجة اقتحام جماهير الزمالك لملعب المباراة. كابتن رؤوف قال إن الأمر كله بيتلخص في الخطاب الذي تلقاه النادي الأهلي
من الاتحاد المصري لكرة السلة بتاريخ 21 مارس 2021. هذا الخطاب تم إرساله للنادي الأهلي وكل الأندية المشاركة في دوري السوبر لكرة السلة، وأكد في الخطاب أن جميع المباريات ستقام بدون حضور جماهيري، وحال مخالفة ذلك سيتم إلغاء المباراة. طيب، عندما اقتحمت جماهير الزمالك صالة الأمير أو صالة قصدي صالة عبد الرحمن فوزي بالأمس، طلب الجهاز الفني للأهلي لكرة السلة في النادي الأهلي طلب بعد الرجوع إليه وهو متواجد في ملعب المباراة بأن تطبق اللوائح ويتم إخلاء الصالة من الجماهير لبدء اللقاء. للأسف هذا لم يحدث، لذا قام المراقب بإلغاء المباراة بعد انتظار ما يزيد على الساعة ونصف في الصالة المغطاة صالة عبد الرحمن فوزي. كابتن رؤوف عبد القادر أكد أن طلب الجهاز الفني بتطبيق اللوائح لم يكن نتيجة لتدخل البعض من مجلس إدارة النادي الأهلي الذي كان متواجدا في الملعب، لأن هذا لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد. هو في النهاية القرار بيتخذه حكم المباراة مع المراقب طبقا للوائح اتحاد كرة السلة. الطبيعي طبعا يعني ده قرار الحكم مع المراقب، والنهاردة في اجتماعات في اتحاد كرة السلة، الاتحاد المصري لكرة السلة، عمره ما بيكون فيه طرف موجود من النادي الآخر حتى هو اللي بيطلب إلغاء المباراة أو استكمال المباراة، ده مش قرار النادي. فبالتالي مسؤولي النادي الأهلي بالأمس وعدد من أعضاء مجلس الإدارة اللي حضروا الاجتماع بالأمس أو حضروا المباراة بالأمس لم يتدخلوا في هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، لأن في نظام عمل ثابت تحديدا كمان في النادي الأهلي منذ عشرات السنين، والقرار في مثل هذه المواقف بيبقى بالتشاور ما بين الجهاز الفني مع الإدارة العليا للنشاط الرياضي، لأن هم عندهم اللوائح وعارفين الإجراءات ومتابعين مع اتحاد السلة على مدار الموسم بالكامل. قال كمان إن النادي الأهلي بيطالب بتطبيق اللوائح لأن لم يكن يعني في فرصة إن المباراة تتلعب حتى بدون جمهور، أو فكرة إن حتى في لاعبين موجودين من النادي المنافس دي مش قصتنا أو دي مش قضيتنا، هي في النهاية في جمهور ولا ما فيش جمهور. يقعد لعيب من كرة اليد، يقعد لعيب من كرة القدم، يقعد لعيب من كرة السلة خارج السكور، أنت في النهاية في لائحة بتطبق على الجميع أيا كان مين هو الشخص اللي موجود. طيب، في نقطة تانية كمان سند النادي الأهلي في هذا الموضوع الخطاب اللي تلقاه من اتحاد كرة السلة واللي أكد فيه على الرفض القاطع لأي حضور جماهيري في كافة المباريات وتفويض مراقب المباراة في إلغاء أي مباراة حال المخالفة، وده اللي جرى بالأمس. وقدامكم طبعا على الشاشة ده الخطاب اللي أرسل للنادي الأهلي ولكل أندية الدوري العام الممتاز ألف للرجال، ومكتوب في الخطاب: تحية طيبة لسيادتكم، وبعد يسعدنا أن أبعث لسيادتكم بصادق التحيات وتمنيات الاتحاد المصري لكرة السلة مع تحياتي وتمنياتي الشخصية، بالإشارة إلى تعليمات مسابقة الدوري الممتاز ألف رجال والخاصة بإلزام جميع الفرق بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة ومن الاتحاد المصري لكرة السلة، مع عدم تواجد أي فرد غير الأجهزة الفنية ومجلس إدارة النادي فقط وإقامة المباريات بدون جمهور. يرجى التقرم بالعلم بأن مجلس إدارة الاتحاد يؤكد على عدم دخول الجماهير لجميع المباريات، ويسمح فقط لأعضاء مجلس إدارات الأندية بخطاب رسمي من النادي وتفويض مراقب المباراة بإلغاء المباراة في حالة عدم التزام النادي. طيب، الخطاب موقع من المدير التنفيذي محمود الحلو المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة، وتم إرسال هذا الخطاب لقطاع النشاط الرياضي وتوقيع الكابتن أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة رجال. أعتقد الخطاب واضح في تفاصيله، أي كلام قبل 21 مارس ليس له محل من الإعراب، وأي نادي كان تلقى هذا الخطاب عايز يعترض كان يعترض في خطاب رسمي، مش يعترض في أمر واقع بيحصل في المباريات أو في الصالات المغطاة. هنا العمل الإداري المحترف في هذه القضية أو في هذا الموضوع، لكن في النهاية هو الأمر شأن الاتحاد المصري لكرة السلة مع نادي الزمالك، وفي النهاية بننتظر القرار طبقا للائحة وطبقا لهذا الخطاب اللي كان عجبني فيه بصراحة، يعني خطوط واضحة وكلمات واضحة جدا وما فيهاش نقاش ولا مجادلة، أكد إلزام عدم حضور الجماهير في أي مباراة. يعني الخطاب ما فيهوش فرصة انك ممكن تمسك في كلمه او تقول الكلمه مش واضحه او ليها معنى تاني، في الزام بكذا، في تفويض لمراقب المباراه بكذا، في تاكيد على فكره لو حضر جمهور تلغى المباراه ايا كان بقى الجمهور، يطلع لاعب بينج بونج، يطلع لاعب كره قدم، يطلع يرجع لاعب او يحضر لاعب سباحه، هي في النهايه طالما انت مش لاعب باسكت انت تعتبر واحد من الجمهور. فبالتالي الامر في النهايه هيكون تابع بقى لاتحاد السله، وهننتظر القرار طبقا للوائح، لان كان قبل 21 مارس كانت بتحصل بعض المواقف في المباريات واتخذت فيها قرارات، فعشان كده اتحاد السله قال خلاص بقى لازم نتخذ قرارات في هذا الشان، واي حضور بعد كده لازم يكون فيه تطبيق لوائح على الجميع ضمانا طبعا للعداله
والحفاظ على حقوق كل الأندية. طيب اروح بقى لاخبار فريق الكوره اللي بيستعد ان شاء الله لمباراه المريخ السوداني. عندي خبر طبعا في هذه اللحظات، يمكن حمدي فتحي لاعب خط وسط النادي الاهلي بعد خروجه من معسكر المنتخب بعد الاصابه في مباراه كينيا، للاسف اجرى جراحه في عظمه القوابره صباح اليوم. طبعا خلال الفتره الاخيره او خلال الساعات الاخيره كان الكلام كله في اطار ان هيكون في اجراء تحفظي لحمدي فتحي عشان يعني الإصابة الحمد لله ما يكونش فيها تدخل جراحي، لكن بعد الكشف في أشعة الرنين وكل الإجراءات اللي تمت بعد عودة حمدي فتحي كان الأفضل التدخل الجراحي، وأجريت جراحة صباح اليوم لحمدي فتحي في عظمة القابورة. وبحد أدنى غياب حمدي فتحي عن الملاعب هيكون لمدة 6 أسابيع كحد أدنى خلال الفترة القادمة. نتمنى يا رب السلامة لحمدي فتحي بإذن الله يعود سالما إن شاء الله الفترة الجاية وينتظم في التدريبات ويكون أحد الدعائم لخط وسط النادي الأهلي في الفترة القادمة. حمدي من اللعيبة السيئ الحظ لما بينضم للمنتخب بتتكرر معاه موضوع الإصابات، لكن إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية يكون في حالة طيبة ويستعيد فورمته إن شاء الله ويخش في المباريات الرسمية سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخبنا الوطني. بيتسو موسيماني النهاردة اجتمع بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران، طبعا كانت فرصه للاجتماع مع كل اللاعبين، الكلام على اهميه مباراه المريخ السوداني. البعثه ان شاء الله هتسافر غدا ان شاء الله الساعه 4 عصرا، هيكون في مران رئيسي على ملعب الجوهره ملعب نادي الهلال، ان هو الملعب المتاح لاستضافه المباريات بالنسبه للمريخ والهلال في السودان خلال الفتره الحاليه بعد غلق ملعب المريخ بسبب اعمال الصيانه. فبالتالي هيكون في تدريب يوم الخميس عصرا ان شاء الله، هو هيكون التدريب الرئيسي قبل المباراه اللي هتتلعب يوم السبت الساعه 3 العصر. بيتسو موسيماني النهارده كان ليه تصريحات مهمه جدا بخصوص مباراه المريخ، قال هدفنا تحقيق الفوز على المريخ في ملعبه، فرصه عشان تتصدر المجموعه لازم تكسب المباراه القادمه خارج ملعبك. اي نعم التعادل يضمن لك التاهل، لكن في نفس الوقت هدفنا تحقيق الفوز على المريخ في ملعبه، وهي ان شاء الله هتكون فرصه لحسم التاهل والاستمرار في طريقنا لتصدر المجموعه من خلال مباراه سيمبا في الجوله الاخيره ان شاء الله يوم 9 ابريل. وهتبقى رساله قويه على فكره بالمناسبه لكل المنافسين ان حامل اللقب وبطل هذه البطوله بينافس على اللقب حلم البطولة العاشرة بإذن الله ويكون متصدر المجموعة، لأن في نفس الوقت لو بنبص على المجموعات التانية أبرز المنافسين للأهلي في هذه البطولة بنتكلم على الترجي، بنتكلم عن صن داونز الجنوب إفريقي، بنتكلم على الوداد، هم متصدري مجموعاتهم الثلاث الأخرى في انتظار طبعا تحديد الترتيب النهائي بعد الجولة الستة. في مجموعة من الأخبار بالنسبة لديانج انتظم في المران الجماعي، كابتن سعد الحفيظ اتكلم عن انتظام السداسي المنتخب الأول، وفي تدريبات تأهيلية لنيدفيد ومحمود متولي خلال الفترة القادم. لكن مزيدا من التفاصيل في هذه اللحظات معي على الهاتف زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان حاضر التدريب النهارده عشان نعرف منه ابرز الجديد والكواليس في مران اليوم، خاصه ان بكره هيكون في تدريب صباحي قبل السفر ان شاء الله الى السودان. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد، برحب بيك وكل التحيه لك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايز اطمن منك طبعا على اخبار الفريق النهارده في التدريب، التقسيمة الأساسية، أبرز الملامح اللي شفتها في مران النهاردة، ولو في أخبار جديدة بخصوص المران ومران الغد والبرنامج قبل السفر إلى السودان. بالتأكيد طبعا يا محمد، يمكن زي ما أنت قلت العد التنازلي بدأ بالنسبة طبعا للمباراة القوية جدا اللي بيستعد لها النادي الأهلي بكل قوة وبكل جدية. أنت عارف يمكن في نقص عددي بالنسبة للأفراد الخاصة طبعا باللاعبين، ويمكن موسيماني كمان بيدعم ببعض اللاعبين من قطاع الناشئين، لكن كله يمكن في إطار طبعا الاستعدادات وإطار الجرعات التدريبية. النهاردة يمكن اقدر اقول لك قعدت بيتسو موسيماني طبعا محاضره فنيه كانت في منتصف الملعب، اتكلم عن اهميه المباراه واكد الروح الكبيره والشخصيه اللي كنا فيها في مباراه بيتا، لو قدرنا ان احنا نستغل هذا الموقف من جديد نقدر ان احنا نحقق نتيجه كبيره في السودان. حذر من الرغبه اللي عند السودان الكبيره المريخ السوداني، قال ان لو في جمهور او مش جمهور كل الامور دي بالنسبه لنا مش هتبقى عائق على قد ما احنا عندنا هدف كبير وهو ان شاء الله الحصول على هذه النقاط او التعادل كمان يا محمد زي ما انت قلت يقدر يحسم لنا بشكل كبير جدا التاهل لدور ربع النهائي. النهارده يمكن نقدر نقول 60 دقيقه او اكثر من 60 دقيقه للتدريب النهارده لفريق النادي الاهلي، جرعات فنيه تدريبيه كلها خاصه طبعا للتكتيك، لكن بقول لك يمكن النقص العددي مؤثر شويه. طبعا الراجل بيشرح وفي عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي متواجده في المران، لكن هو طبعا منتظر اللاعبين اللي هتعود ان شاء الله في تدريب الغد، عندنا عدد كبير من اللاعبين. النهارده شفنا مصطفى شوبير بيعود من المنتخب الاولمبي، وايضا كمان اكرم توفيق لكن ما شاركش اكرم النهارده في التدريب، طاهر محمد طاهر منتظرين، وصلاح محسن شارك في جزء من التدريب. فاكيد الشكل الكامل والجرعه التدريبيه القويه جدا اللي هتكون بكره ان شاء الله زي ما انت عارض كده محمد انها تكون قبل انطلاق فريق النادي الاهلي الى مطار الطائره، الطائره طبعا هتكون 4 عصرا لكن تدريب فريق النادي الاهلي غدا هيكون في العاشره صباحا. ديانج زي ما انت قلت طبعا برضو متواجد ومقدم تدريب بسيط النهارده اطمن عليه، يمكن كان في جلسه سريعه جمعته
مع بيتسو موسيماني والكابتن نصير عبد الحفيظ، لكن على الجانب الاخر الدولي ايضا والتر بواليا اللي هو هيكون متواجد بقى يلحق وبعثه النادي الاهلي الى السودان بالتنسيق طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، والدوليين كلهم هيكونوا متواجدين جدول المسحه الطبيه. الحمد لله يعني عندنا اخبار طبعا ان شاء الله ان المسحه مش اي حاجه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، سواء لعيبه المنتخب الاولمبي وايضا لعيبه المنتخب الاول طبعا ولعيبه النادي الاهلي بالنسبه لاوبريت امس، لكن لسه منتظرين بقى القرار الرسمي يكون طبعا من خلال المركز الاعلامي ومن خلال ايضا كمان شاشه قناه النادي الاهلي. وبرو محمد طيبه جدا للاعبين، ايمن اشرف بيأدي اداء مميز جدا مع وليد سليمان، اطمنا عليهم جاهزيتهم الفنيه عاليه جدا وكانوا ظاهرين بشكل مميز، يا رب بس يحافظ على اللعيبه الايام القادمه ومع تدريباتنا ان شاء الله اللي هتكون في السودان، لان مباراه مهمه ومحتاجين كل جهد لعيبه في هذه المباراه محمد ان شاء الله. قدامنا يا كريم ناصر ماهر ووليد سليمان ان شاء الله هيكونوا موجودين مع البعثه باذن الله في السودان، احنا بنتكلم بقى خلاص عن النهارده ان التمرين كان في مجموعه يعني عدد اكبر شويه من المجموعه اللي كانت موجوده الفتره السابقه بسبب انضمام عدد لعيبه كتير جدا في المنتخبات الافريقيه، سواء المنتخب الاول في مصر او الاولمبي او حتى منتخب مالي، منتخب تونس علي معلول، عندك كمان عدد كبير من اللعيبه الدوليين في منتخبات الاخرى. النهارده العدد في التقسيمه كان اكبر شويه من الغيابات الفتره الاخيره، وناصر ماهر والمجموعه دي ممكن ان شاء الله تكون وليد سليمان كمان بنسبه كبيره موجودين في بعثه الاهلي في السودان. بالتاكيد يا محمد، اه يمكن اقدر اقول لك العدد النهارده كان يعني ازيد سنه، يمكن ساعد شويه الراجل في التقسيمه اللي بيحاول طبعا زي ما بقول لك بيحفظ اللعيبه بعض الجمل. الراجل يمكن بيقرا بشكل كبير جدا وقرا بشكل كبير لفريق المريخ الثاني، الثغرات النقط نقاط القوه والضعف المساحات اللي بيشتغل عليها او عايز يشتغل عليها بالنسبه للتكتيك اللي هيقوم بيه. فالنهارده نقدر نقول التقسيمه كان فيها بعض طبعا الوقوف المستمر اللي بيتسو موسيماني ساعده شويه العدد، لكن انت عارف يا محمد احنا عندنا افشل سليه الشناوي محمد هاني ياسر ابراهيم محمد شريف، كل اللعيبه طبعا اللي كانت متواجده في منتخبنا الاول هيكون ليها دور كبير جدا في التشكيل الاساسي ان شاء الله باذن الله، لكن عايزين نطمن عليهم كمان يا محمد، انت عارف الكل ما بيشتكيش الحمد لله، وشفناهم كانوا ظهروا بشكل مميز وطيب جدا بالنسبه للمنتخب، لكن انت عارف برضه على ارض الواقع وما يكون فيس تو فيس مع طبيب النادي الاهلي كده احمد ابو علو يتكلم معاه اي حد شعر باي حاجه، هي دي بس النقطه اللي بتشغل شويه الجهاز الطبي والجهاز الفني النادي الاهلي، لكن النهارده الجرعه التدريبيه كانت قويه، بكره ان شاء الله مش هتبقى جرعه قويه لان انت عارف طبعا في حساب للسفر، هي السودان مش بعيد انت عارف ساعتين ونص ثلاث ساعات بالظبط، لكن هتكون جرعه طيبه جدا بكره ان شاء الله يقدر يستفيد منها النادي الاهلي، وربنا يوفقهم ان شاء الله في رحله السودان نقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه تساعدنا بشكل كبير في البطوله الافريقيه. زميلي محمد اخر سؤال يا كريم، صلاح محسن انا شايفه قدامي في الصوره بيتمرن مع الفريق، اصبح خلاص جاهز وبيتمرن ودخل تقسيمه جماعيه كمان؟ اه صلاح يعني انت عارف طبعا بعض الالام اللي كانت عنده في العضله الاماميه الفتره اللي فاتت يعني برضه كان بعض القلق عنده، لكن الاطمئنان النهارده كان بشكل كبير جدا عليه. الدكتور احمد ابو عبد على طول الحقيقه رئيس الجهاز الطبي، اي لعيب بيبقى راجع من المنتخب او راجع من الاصابه بيطمن عليه بشكل كبير، صلاح جاهز ان شاء الله يا رب يكون له دور كمان مؤثر، واحد من اللاعبين المميزين جدا باذن الله ان شاء الله، كل اللعيبه تكون على قلب رجل واحد ان شاء الله في هذه المباراه. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي كان موجود في التدريب، بشكرك شكرا جزيلا وعلى كل المعلومات والايضاحات اللي وضحتها لنا من خلال المران الاساسي لفريق النادي الاهلي. كل ما العناصر الاساسيه تكون موجوده تحت رؤيه ومتابعه بيتسو موسيماني خلال الفتره اللي جايه هتفرق كتير جدا، لان داخل على مباريات حاسمه ومباريات فاصله. والشيء المميز كمان اللعيبه الدوليين بالامس، هدف لمحمد شريف، صناعه لعب اكتر من هدف لمحمد مجدي قفشه، محمد الشناوي حارس مصر الاول، فبنتكلم على العناصر الدوليه كمان اللي راجعه للنادي الاهلي ان شاء الله تكون في مستوى جيد، وبنفس الايقاع اللي كان ظاهر في مباراه المنتخب ان شاء الله يكونوا على نفس المستوى واعلى كمان مع النادي الاهلي في المباراتين المقبلتين، مباراه المريخ ومباراه سيمبا التنزاني ان شاء الله. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند الاهلي وعندنا شويه تفاصيل وموضوعات واخبار عايزين نوضح حقيقتها لجمهور النادي الاهلي، كانت في بلبله خلال الساعات الاخيره في عدد من الاخبار اللي بتمس بعض اللاعبين والجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني كمدير فني للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي انا استعرض عدد من الاخبار والتقارير اللي موجوده من خلال محتوى السوشيال ميديا، لان انا عارف الساعات الاخيره كان في كلام كتير قوي في ظل ان الاجنده الدوليه وفي ماتشات للمنتخبات، فبالتالي الاخبار كانت كتيره جدا وكان في اجتهادات عديده جدا. نبدا مع بعض من الصفحه الرسميه يلا كوره على الفيسبوك، نشروا فيها تصريحات للاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق المتجه الى السودان، قال ان السفاره المصريه بتقوم بجهد كبير لتسهيل رحله الاهلي للسودان، واشاد الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق بجهود السفاره المصريه في الخرطوم ودورها الكبير، وقال ان السفاره المصريه بتقوم بدور كبير جدا لتسهيل مهمه ابناء الرداء الاحمر قبل مواجهه المريخ على ملعب الجوهره الزرقاء في الجوله الخامسه. قال تواصلت
مع السفير حسام عيسى السفير المصري في الخرطوم، وتحدثوا في كل شيء المتعلق بالأمور التنظيمية وموعد المباراة وإمكانية حضور جمهور من عدمه، الصحافة السودانية، الترتيب كمان للتدريب الرئيسي على ملعب المباراة في ظل إن في مباراة قبلها ب 24 ساعة على نفس الملعب، مباراة الهلال وصن داونز في إحدى مباريات المجموعات الأخرى في دوري أبطال إفريقيا. هو الأمر بالمناسبة مش غريب لأنه بيحصل في مصر، ممكن الأهلي والزمالك بيلعبوا في برج العرب، ممكن الأهلي يوم الجمعة والزمالك السبت، فبيتم التنسيق إن الفرق بتعمل تدريباتها الرئيسية سواء تحديدا الفرق اللي هي الضيف على الفريق المستضيف بتتدرب على الملعب قبل المباراة ب 48 ساعة. فالطبيعي إن النادي الأهلي هيتمرن يوم الخميس الساعة 3، وصن داونز بالمناسبة هيتمرن على نفس الملعب الساعة 6، لأن يوم الجمعة هيكون الملعب طبعا مشغول بإقامة مباراة الهلال وصن داونز. كمان الفريق ان شاء الله هيخوض مرانه الاخير غدا الساعه 10 صباحا قبل ما يغادر الى مطار القاهره الساعه 4 عصرا، وهيكون ان شاء الله في رحله سفر لن تستمر اكتر من ساعتين ثلاثه للوصول الى السودان. طبعا فكره سفر الاهلي بطائره خاصه في كل المباريات الافريقيه ده لموضوعين او لحاجتين مهمين جدا. اول حاجه حرصا على طبعا سلامه اللاعبين في مساله الاجراءات الاحترازيه عشان ما يكونش في اختلاط بالجمهور او الافراد اللي موجوده في رحلات الترانزيت، لان انت عارف طبعا الرحلات الافريقيه بيبقى فيها ترانزيت في عدد من الدول، فبالتالي يكون الافضل ان يكون في طياره خاصه عشان ما يكونش في اختلاط وعشان تطبق مبدا الاجراءات الاحترازيه. الحاجه الثانيه هي متعلقه بقى باختصار الوقت في رحله السفر، ممكن ده ما يكونش متعلق بالسودان لان السودان طبعا قريبه مننا، لكن بيبقى مهم جدا في سفرات اخرى سواء في تنزانيا او في الكونغو الديمقراطيه، ولسه طبعا مع المشوار الافريقي هيكون في سفر لعدد من الدول في رحلات ممكن تستمر لو مش طياره خاصه اكتر من 10 12 ساعه، لكن الطياره الخاصه بتختصر الوقت وفي نفس الوقت بتبعدك عن اي اجراءات او في اختلاط مع الجمهور او اي حد موجود في المطار تطبيقا لمبدا الاجراءات الاحترازيه. طيب الحساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر قال تقارير انجليزيه بتشير الى امكانيه رحيل بيتس موسيماني عن الاهلي. صحيفة 442 الإنجليزية أو 442 الإنجليزية قالت إن موسيماني الأنسب لتولي منتخب بلادي بعد الفشل في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في الكاميرون. كلنا طبعا شفنا وتابعنا مباراة السودان وجنوب إفريقيا في الخرطوم، وكانت مباراة فاصلة، السودان كان لازم يكسب. بعد المباراة مباشرة وخروج جنوب إفريقيا من مرحلة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، كل وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا كانت بتطالب بتولي بيتس موسيماني تدريب البافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا خلال الفتره القادمه. لكن انا هقول لكم خبر رسمي وموضوع مؤكد بعد اتصالات اجرتها مع المسؤولين في جنوب افريقيا خلال الساعات الاخيره. لم يطرح هذا الموضوع على مائده الاجتماعات وطاوله المفاوضات بالنسبه لاتحاد جنوب افريقيا، هو اهتمام اعلامي وجماهيري ببيتس موسيماني كافضل مدربي جنوب القاره الافريقيه او افضل مدربي جنوب افريقيا انه يقود منتخب بلده في الفترة القادمة في ظل نتائج متراجعة بالنسبة للمنتخب. لكن على الصعيد الرسمي لم يحدث أي مفاوضات، وبيتسو موسيماني مستمر مع النادي الأهلي حتى نهاية تعاقده اللي لسه مستمر لموسم آخر خلال الفترة القادمة. ده خبر رسمي بأكد لكم، لم تحدث أي مفاوضات أو اتصالات بشكل رسمي، لكنه طلب جماهيري وطلب من كل وسائل الإعلام تقديرا لقيمة ومكانة بيتسو موسيماني كأفضل مدربي القارة الإفريقية وأيضا بصفته جنوب إفريقيا، ويكون هو الأفضل بالنسبة لهم في الفترة القادم. طيب هل الموضوع توقف عند هذا الأمر؟ لا، كمان الحساب الرسمي للأهرام على تويتر تناقل بقى هذه الأخبار والمعلومات اللي موجودة في صحف جنوب إفريقيا وأيضا كمان الصحيفة الإنجليزية 442 اللي كتبت عن هذا الأمر، تعرف على حقيقة رحيل موسيماني من تدريب الأهلي. طبعا بيتس موسيماني لن يرحل عن تدريب الأهلي ولديه الكثير من الطموحات لتحقيقها مع الفريق خلال الفترة القادمة، وما زال زي ما قلت لكم لسه متبقي موسم آخر في عهده بخلاف الموسم الحالي، وإن شاء الله بإذن الله مع نهاية الموسم الإفريقي كمان يكون فيه استمرارية بالنسبة للمرحلة القادمة بعد البداية الموفقة في أول 5 شهور من تولي بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي منذ أكتوبر الماضي. طيب خبر تاني بقى مهم جدا وهو متعلق بما نشرته الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك. كتبوا إن في اتجاه في الأهلي للموافقة على رحيل الناجيري جونيور أجايي مقابل ضم الليبي حمد الهوني في صفقة تبادلية مع الترجي التونسي. ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن اهتمام نادي الترجي التونسي بالتعاقد مع جونيور أجايي خلال انتقالات الصيف المقبل بعد أن ظهر اللاعب بشكل جيد عقب عودته من الإصابة. وقالت مصادر مطلعة في النادي الأهلي حسب وصف الخبر إن ما تردد بشأن أجايي ربما تكون محادثات بشكل ودي ولم تصل حتى الآن عروض رسمية. وعن إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين الأهلي والترجي بانتقال حمد الهوني للأحمر مقابل دم أجايي للفريق التونسي،
أكد المصدر الهوني جرى ترشيحه بالفعل للأهلي للتعاقد معه، وجرى عرض الأمر على الجهاز الفني والإدارة، ولكن هذا الأمر لم يحسم بشكل نهائي. المصادر أضافت أن الأهلي قد يوافق على رحيل أجايي مقابل ضم حمد الهوني حال قناعة الجهاز الفني بهذا الأمر وموافقة أجايي على اللعب للترجي التونسي. طبعا عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا في هذا الشأن، جونيور أجايي مستمر مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، هناك قناعة تامة من الجهاز الفني بإمكانيات جونيور أجايي سواء الجهاز الفني أو حتى لجنة التخطيط. بالنسبة لحمد الهوني لم يطرح هذا الأمر بشكل رسمي، كلها اجتهادات واهتمام من خلال الصحف والسوشيال ميديا كبرت الموضوع، لكن على الصعيد الرسمي وعلى المستوى الرسمي لم يسعى الأهلي للتفاوض مع حمد الهوني ولم يسعى الأهلي لضم حمد الهوني، والترجي التونسي محتفظ بكل لاعبيه الفترة الجاية، والنادي الأهلي لم يفتح ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الحالية، لأن بيتسو موسيماني حتى هذه اللحظة لم يفتح هذا الملف مع لجنة التخطيط خلال الفترة اللي جاية، انتظارا لما ستسفر عنه المباريات الإفريقية في الفترة القادمة، وأن الموسم ما زال طويلا. كل هذه الأخبار هي اجتهادات صحفية ولا ترتقي للواقع ولو بنسبة 10%. في ظل الأجندة الدولية وعدم إقامة مباريات رسمية كان هناك اجتهادات كثيرة جدا، لكن هذه الاجتهادات من مصادر رسمية اتصلت بعدد من المصادر سواء في مصر أو في تونس، هذه الأخبار لا ترتقي للواقع بأي صلة من الحقيقة في مسألة حمد الهوني أو جونيور أجايي. الأهلي مستمر مع لاعبيه الأجانب والترجي لن يفرط في أي لاعب أجنبي خلال الفترة القادمة. طيب ده ترند الأهلي والمحتوى اللي موجود في ترند الأهلي خلال الفترة الحالية، وكل التوفيق والتركيز الفترة الجاية على مباراة المريخ السوداني. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب قبل ما أدخل الترند المحلي عندي خبر عاجل في هذه اللحظات. زي ما أنتم عارفين مباراة المريخ السوداني والأهلي كان محدد لها منذ فترة، هتتلعب على استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت الساعة 3 العصر. قبلها بيوم كان يوم الجمعة كانت مباراة الهلال أو هتكون مباراة الهلال وصن داونز، وكان محدد ليها الساعة 6 مساء. وحصل اتصالات عديدة خلال الفترة الأخيرة، طب ازاي الأهلي هيلعب العصر وليه الهلال يلعب قبلها مع صن داونز الساعة 6؟ بعد إقامة مباراة السودان مع جنوب إفريقيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حصلت تقارير من خلال مراقب المباراة تم رفعها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للإقرار بأن الأضواء الكاشفة في ملعب الهلال، ملعب الخرطوم أو ملعب الجوهرة الزرقاء لا تصلح لإقامة أي مباراة في المساء. وعلى هذا الأساس حصل تحركات في الساعات الأخيرة من قبل الاتحاد الإفريقي، وبعد الاتصالات من قبل الاتحاد الإفريقي مع نادي الهلال ونادي صن داونز تم الاتفاق على إقامة مباراة الهلال وصن داونز يوم الجمعة الساعة 3 العصر، ومباراة المريخ والأهلي هتكون أيضا يوم السبت الساعة 3 العصر، نظرا لأن الأضواء الكاشفة في هذا الملعب لا تصلح لإقامة المباريات عليه، بالإضافة إلى ذلك ملعب المريخ للأسف مغلق وبالتالي غير صالح لإقامة أي مباريات في هذه الفترة، وهذا الملعب ملعب الجوهرة الزرقاء ملعب نادي الهلال هو الملعب الوحيد اللي بيستضيف المباريات الدولية سواء للمنتخب السوداني أو حتى للأندية، فبالتالي المباراة هتكون الساعة 3 العصر سواء للهلال وصن داونز أو حتى المريخ والأهلي. ودرجة الحرارة في السودان حاليا قريبة شوية من درجة الحرارة في مصر، يمكن في الصباح حوالي 28-29 درجة مئوية، لكن في المساء حوالي 19-20 درجة مئوية، جو مناسب ورطوبة في السودان حاليا لا تتعدى 15%، فبالتالي الجو إن شاء الله هيكون لائق لإقامة مباراة النادي الأهلي مع المريخ يوم السبت القادم. ده كان أهم خبر في هذه اللحظات، حبيت طبعا أقول لكل المشاهدين قبل ما تطرق إلى الترند المحلي. نبدأ مع بعض بقى الترند المحلي ونروح ونشوف المحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا. أول حاجة معايا الحساب الترند المحلي في صفحه في الجول بيتكلموا على الفيسبوك ان نشرت تصريحات لمحمد صلاح في صحيفه ماركا الاسبانيه، واتكلم فيها صلاح على انه لن يعتزل قبل التتويج ببطوله مع منتخب مصر. مش طبعا محمد صلاح اتكلم مع صحيفه ماركا في امور كثيره جدا وعديده جدا، لكن ابرز حاجه اتكلم عليها ان هو لن يعتزل قبل ما يتوج مع منتخبنا الوطني ببطوله. من سوء حظ صلاح ما كانش موجود مع الجيل السابق اللي حقق 2006 و2008 و2010، لكن كان من سعداء الحظ ان يكون موجود مع منتخبنا المصري في كأس العالم في روسيا 2018. لعل وعسى الفترة الجاية عندك بطولة الكاميرون 2021 هتتلعب في يناير 2022، بإذن الله تكون فرصة لمحمد صلاح يحقق بطولة، لكن فكرة انه يحط هدف ان هو مش هيعتزل اللعب الدولي الا لما يتوج ببطولة مع منتخب مصر، ده تحدي وهدف هو حاطه بالنسبة له الفترة الجاية عشان يقدر يحققه، وتارجت جيد جدا بالنسبه له عشان يقدر يعمل حاجه مع منتخبنا الوطني. طيب كمان الصفحه الرسميه للشروع على الفيسبوك نشرت تصريحات لصلاح ايضا، واللي اتكلم فيها عن مشاركته مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو.
قال مهما يحدث بالتأكيد سيتفق الجميع على أمر ما بما فيهم إدارة نادي ليفربول. طيب ده كلام مهم جدا لصلاح بخصوص الأولمبيات واللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. قال الأمر بالنسبة لي طالما في اتفاق مع إدارة النادي أنا ما عنديش مشكلة وهكون موجود. وأنا يعجبني في تصريح صلاح هنا في الجزئية دي إن هو ساب الأمر للاتفاق ما بين الاتحاد المصري مع نادي ليفربول خلال الفترة الجاية، لأن أولمبياد طوكيو هتتلعب قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بحوالي أسبوعين، فلازم يتم تنسيق في هذا الشأن بالنسبة لهذا الموضوع. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا كنا طرحنا سؤال في بداية الحلقة على رأيكم في أداء المحترفين. بالمناسبة امبارح طبعا كان في أهداف مميزة، محمد النني هدف ولا أروع، ومحمد صلاح هدفين مميزين جدا بالإضافة لهدف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي. محمد صلاح على فكرة تخطى رقم الكابتن حسن الشاذلي ب 43 هدف، لكن بالنسبة للتصفيات هو هداف منتخب مصر في التصفيات ب 16 هدف، يليه طبعا حسام حسن ب 12 هدف وأحمد الكاس ب 9 أهداف. لكن تعالوا نشوف مع بعض آراء وتوقعات الناس أو رؤية الناس لأداء المحترفين في التصفيات الإفريقية ومباراة منتخب مصر مع كينيا أو مع جزر القمر. نبدأ مع بعض. محمد أحمد تمام بيقول أداء كويس وليس جيد، المفروض في أداء أقوى من كده. محمود أبو ناصر بيقول صلاح الأفضل وأكيد مع أفشة المحلي. ماشي. نهى سعد بتقول الأداء كان جيد بنسبة محدودة في مباراة كينيا، أما في مباراة جزر القمر الشوط الأول كان ممتاز، بس الشوط الثاني تراجعنا شوية بس قدرنا نحافظ على السكور. كمان آراء أخرى. أحمد إبراهيم بيقول ممتاز إن شاء الله في أفضل كمان. مصطفى يسري بيقول أداء جميل ويا رب يثبت على كده وناخد البطولة بقى. طيب دي كانت مجموعة من الآراء على أداء المحترفين في مباراة مصر سواء مع كينيا أو مع جزر القمر. بالمناسبة هي مباراة من وجهة نظري هي خارج التقييم، لأن مباراة بتلعب مع فريق مصنف رقم حوالي 150، فبالتالي في مستوى بعيد جدا. حتى جزر القمر جت مش بنفس المجموعة اللي كانت بتشارك في التصفيات وكان في راحة لعدد من 6 من اللاعبين الأساسيين، لكن المقياس والتقييم الفترة الجاية هيكون مع تصفيات كأس العالم والمراحل الحاسمة في الأجندة الدولية من أول 6 لغاية منتصف نوفمبر. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله في المرحلة القادمة، وكل التوفيق للنادي الأهلي يا رب بإذن الله في المباراتين القادمتين المريخ السوداني وسيمبا التنزاني. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.